السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا بسأل بس هو مين هو المسكين؟ يعني أنا ماشي في الشارع دلوقتي عايز أوزع وجبات، مين المسكين اللي يعني اللي أنا أديله بحيث أكفر عن أو أفيدي في صيامي؟ ناس مساكين من بلدك، انت من قرية ولا من مدينة؟ لا لا، من مدينة، من القاهرة، يعني ما فيش من اي احيائها؟ عفوا، من عين شمس، مش عارف حضرتك عارفها. عين شمس كلها فقراء. يعني أنا قصدي مثلا مفيش حد يديها خلاص، ولا ماشي لازم ماشي، أتحرى قوي يعني، ولا اللي شاب بالشكل كده. يعني اللي تريح له كده. نعم، طيب، وانا والدتي ما يعني مش هتعرف تصوم تاني، ان انا تعبانه تعب جامد يعني، فانا كده اطلع لها طعام مساكين بس ما لهاش صيامي. هي مش واجب عليها، يعني إذا طلعت فهو خير. وفتوى أنس بن مالك كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين عند الكبر، فإن فعلتم بفعل أنس فهو حسن، ما فعلتم ليس عليكم شيء. طب معذرة، سؤال تاني، هي والدتي يعني من العوام كده، فهي كانت لما كان يجيلها الحيض كانت بتصوم، ما كانتش فاهمة اللي هي المفروض تفطر وتقضي. طول عمرها لا كده، نعم، طيلة حياتها يعني. يعني قالت لزوجتي كده، زوجتي حكت لي، فده تقريبا طول حياتها لحد مثلا 50 سنة مثلا يعني، فده يعني اتصرف ازاي وهي تعبانة جدا؟ انا ما اعرفش يعني، ربنا يديها بقى طول عمره الصحة يعني، ما اعرفش يعني اعمل ايه بقى المفروض. إن عاشت وعافيت تقضي، إن ماتت ما لهاش تقدير، هي تعبانه جدا في غيبوبه يعني، خلاص يبقى صوموا عنها إن شاء الله. لكن ما اقدرش اطلع لها دلوقتي مثلا، والله هي عايشه. عايز تطلع دلوقتي طلع، لكن لا، من مات عليه صام صام عنه وليه. طلع لها الآن وصوم عنها أيضا اطلع يصوم عنها. إن شاء الله. طب جزاك الله خير. وياك.